أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أنا طالب أقرأ في مختصرات العلوم منذ سنين، فهل مناسب لي أن أقرأ زاد المعاد لابن القيم؟ أنا قلنا لكم ما هو المقصود القراءة أو الحفظ، مجرد القراءة أو الحفظ هذا ما يكفي، لا بد أن تجالس العلماء وتحضروا دروسهم وتحل الكتاب الذي تريد أن تحفظه على عالم من العلماء من أوله إلى آخره حتى تفهمه. أما مجرد كثرة القراءة أو كثرة الحفظ من غير أن تجلس إلى أهل العلم فهذا لا يفيدك شيئا، بل ربما يضرك. نعم.